وأول سؤال وصلنا يعني صفحتنا بيقول ابني عنده 24 سنة ولما كان عنده ست سنين كنت دايما أقول له يلا علشان تصلي لحد دلوقتي بقول له يقوم يصلي ولو ما قلتش مش بيقوم يصلي على طول مش عايزة مش عايز أو مكسل مش عارفة هي محتارة بس تعبني نفسين كلمته كتير مفيش فايدة ويوم الجمعة يفضل قاعد في البيت لحد ما الجامع بيبتدي الصلاه فينزل لصلاه الجمعه وممكن ينام وما ينزلش يصلي ولو ما صحتوش وباباه وباباه بيحاول معاه كمان ايه الحل؟ ابني عنده 24 سنه 24 سنه ده كبر يبقى الحل هو ايه بقى؟ ان تنتقدي من حيز الام الى حيز المستشار ايه اللي حصل؟ احنا مش محتاجين نقول لابننا قوم صلي لكن محتاجين نقول لابننا ان ربنا بيحبك وان ان انت لما هتروح تصلي هتلقى الله وهيكون لك من كل امرك من كل ضيق مخرجة وان انت هتروح تقابل حبيبك تكلمه وتشكيله وتحيا معه كتير من الاباء بيخافوا ان هم يقولوا لاولادهم الكلام ده يحسوا ان هم شدور دور في حياه اولادهم. ابنك دلوقتي ابن حضرتك دلوقتي محتاج ان هو يحس أنه عنده باب من ابواب الوسع، باب من ابواب الكرم، وسند غيركم اللي هو ربنا. ابنكم دلوقتي بيستقبل الحال لوحده. فلازم ترجعوا شويه ويحس بوجود ربنا في حياته. أنا آسف يعني لو أقول لحضرتك الكلام ده أنتِ حضرتك أنتوا بتكلميه دايما على إنه يروح يصلي هو شاف وجود ربنا في حياته عن طريقكم أنا آسف فهو لما ما بيقومش يصلي هو بيقومش يصلي عشان هو تعرف على الله من النافذة وتعرف على الكون كله وعلى الحياة من النافذة بتاعتكم ايه اللي بيكون في النافذه دي؟ بيكون في النافذه دي في بعض الاحيان ان ابني يكون جعان حنان مش جعان اوامر فلما بيلاقي الاوامر مجال الحنان بيقول كده هو ربنا ما عندوش غير اوامر وعنده واجبات طب انا محتاج له زي ما كنت محتاج لابويا وامي وهم اثروا في حقي انا مش جاي عليكم انا مش جاي على حضراتكم لكن انا جاي بفهم حضرتك ولذلك لازم تبطلي حضرتك فكرة الزق لانه هو لما بيزق بيحس إن هو عاجز هو عاجز إن هو حتى إحنا بنعجزه إن هو يقوم يصلي برضاه يقوم يصلي وهو حابب يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من أراد لقاء الله أراد الله لقاء كلا فكرة من أراد لقاء الله مش لازم يكون أراد لقاء الله في الآخرة لكن أراد لقاء الله في الدنيا اللي هو الشخص ورجل قلبه معلق بالمساجد فلازم انت تفكري شويتين ثلاثه انك انت تبطلي تقولي له قوم صلي يعني تبطلي تقولي له قوم صلي الطريقه اللي كنت بتصلي معها وهو غلام وهما صبي وهو مراهق وهو كمان هنا كبر وبقى زي زيك هو من ساعه ما بلغ بقى خلاص هو مكلف زي زي حضرتك فايه اللي حاصل؟ تعالي ننتقل بقى ايه؟ ان انت تقري حياته وتحسسيه بجمال ربنا في حياته، وتحسسيه بجمال هدي حضرة النبي في حياته، ساعتها هيصلي لإنه هو دول اللي بينقذوه في الحياة ومن كل وجع ومن كل ضيق ومن كل كآبة، وبيحس إن هم سنده، ساعتها هيصلي من غير ما تقولي له قوم صلي، فسألتيني وأنا جاوبتك والجواب ده جواب دقيق بس هو محتاج لتغيير رؤيتك وتغيير المدخل اللي انت بتدخلي بيه عشان ابنك يكون في حاله صلة. هو الشخص محتاج ان هو يحس ان ربنا مدده وربنا سنده وربنا منقذه وربنا حبيبه وربنا هديه الى الصواب والى التوفيق والسداد. ده هو اللي محتاجه وده مش هيحصل غير من مستشار مش قاضي ولا جلاد لا تكوني قاضية على أنه فشل وأخلاقه وحشة ودينه وحش ولا جلاد أعاقبه بأن أنا أقول له لا أنت مش ابني وأنا أعرفك ولا أقول له أن أنا كمان مش هكلمك لأن أنت ما صلتش. ده مهم أو التغيير دوت فيه حياتنا